أيضا قال مدبولي إن ميناء دمياط يشهد عمليات تصدير لعدد من المنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم، وأكد مدبولي على دور الدولة المهم في دعم وتشجيع عمليات التصدير. أهم حاجة يمكن البضائع اللي احنا تفقدناها، وده شيء مفرح، دي كلها بضائع مصدرة، بضائع تصدير من كل المصانع المصرية. ويمكن لو حضراتكم تابعتوا هنلاقي كل حاجة، بدءا من الحاصلات الزراعية الفريش أو الطازجة لغاية الحقيقة كل الصناعات اللي ممكن نقول عليها صناعات مهمة، صناعات بتروكيماويات، صناعات أثاث، صناعات حقيقة متقدمة. والحاجة الشيء اللي يفرح أيضا إنها مصدرة لكل دول العالم، يعني حاجات كتيرة مصدرة للولايات المتحدة الأمريكية، لأوروبا، لأفريقيا، للشرق الأوسط، لتركيا. فالحقيقة يعني النهاردة هو ده دورنا، النهاردة إن احنا نشجع بقدر الإمكان عملية التصدير. وده زي ما اتكلمت يمكن واحنا في بورسعيد ده شغلنا الشاغل كدولة إن شاء الله في المرحلة القادمة بإذن الله.